أخيرا يوقع أبناء مقاطعة الرياض الحسن العيد صحبة علي عبيد لنادي ليفانتي الثاني في صفقة قدرت ب 75,000 يورو، وفي أول لقاء لهما ضد فالنسيا والذي انتهى بالتعادل بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، كان نصيب ابن مقاطعة الرياض منها الحسن العيد هدفان. بداية يرى جل المراقبين أنها كانت موفقة من اللاعبين الحسن العيد صحبة علي عبيد. تدرب في أكاديمية الحسن كمرا في مقاطعة الرياض بوسائل ومعدات شبه معدومة لمدة 3 سنوات، بعد ذلك انتقل إلى نادي الكونكورد في الدوري الموريتاني درجة أولى، فبرز بشكل لافت ليتم استدعاؤهما للمنتخب الوطني الشباب ويشارك بعد ذلك مع المنتخب في بطولة كوتيف المنظمة في إسبانيا، حيث لفت انتباه أحد سماسرة الدوريات الأوروبية هناك فقام بجلبهما إلى أكاديمية نادي ليفانتي وطور من أدائهما طيلة السنة المصارمة وتعلم اللغة الإسبانية ليحط الرحال اليوم في الفريق الثاني وعلى بعد مرمى حجر من المشاركة في الليغا الإسباني في قادم الأيام. هل هي الصدفة أم قوة الإرادة أم هو الحظ بعينه أن تبدأ مشوارك في كرة القدم من هنا وتتدرب بهذه الطريقة وفي الساحات العامة وبدون معدات لتصبح بعد ذلك في أحد أفضل الدوريات العالمية، لتصدق بذلك المقولة التي تقول إن الإبداع في كرة القدم لا مكان له ولا حتى عنوان.